حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام الرافدين في صدى أقلام جديدة، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية ونبدأ بأهم العناوين. البداية من المدى، بعد إقالات البصرة متظاهرون يحذرون من سيناريو الناصرية ويطالبون بمحاكمة قائد الشرطة. في الزمان نطالع، العراق يسجل أعلى إحصائية بإصابة كورونا منذ ظهور الجائحة. في موقع عربي 21، خارجية السودان تنفي تصريحات متحدثها بشأن التطبيع مع الاحتلال. في موقع الترا عراق، مؤشر كورونا في العراق يقفز مجددا وعدد الضحايا يقترب من 6000. في العربي الجديد، المحقق العدلي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير مرفأ بيروت. وعنونت القدس العربية، عباس: الإمارات وجهت طعنة في ظهر القضية الفلسطينية. اخترنا لكم من العرب اللندنية: ظلال التأثيرات الإيرانية ترافق رئيس الوزراء العراقي في أثناء زيارته إلى واشنطن. ليس جديدا أن يستشهد جنود وضباط عراقيون على يد قوات خارجة عن النظام أو أجنبية أو جماعات إرهابية، فليس غريبا أن يستشهدوا، وفي العراق يرتبط قتل الجنود والضباط بهوية قاتلهم إلى حد كبير. ولكن ليس هنا فحسب، فبالتأكيد يتناسب الحادث مع حالة الدولة والمجتمع مع الجهة الفاعلة المتسببة بالحادث والعداء من عدمه وحجم الحادث وتوقيته. هذه كلها والطريقة التي حصلت فيها يذكرها الكاتب زي وليد في مقاله بموقع الترا عراق: لا يفهم نظام الطوائف السعيدة أن خرق السيادة من دول الجوار وغير الجوار حين يتوازى مع مواصلة الإدانات سيؤدي إلى انتهاك أخطر. تتكرر الاعتداءات السافرة وتقابلها القوى السياسية بطريقة المكررة التي أشرنا لها، يتبعها استنكار متكرر من السلطات العراقية. والمضحك المبكي أن وزارة الخارجية ذاتها تصف الاعتداءات بالأفعال المتكررة، لكن رد الفعل لا يتجاوز دائماً استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج وتقديم شكاوى لمجلس الأمن، لتعود الانتهاكات وتعود معها الاستنكارات التي بات المعتدون يسخرون منها أو أي إهانة وتحد أكبر. لا أفهم أي لغة مخاطبة يمكن لها أن تحث المسؤولين العراقيين على فعل شيء غير الاستدعاء والاحتجاج والاستنكار، بدل اتخاذ الخطوات الجدية على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي في أنعم الحالات. لا يفهم نظام الطوائف السعيدة أن خرق السيادة من قبل دول الجوار وغير الجوار حين يتوازى مع مواصلة الإدانات سيؤدي إلى انتهاك أخطر، كما حصل في الأيام السابقة حين استهدف قادة في قوات حرس الحدود بغارة جوية تركية، متجاهلة الدعوات البروتوكولية لمجلس الأمن والدول الغربية الكبيرة والدعوات العربية الانتهازية التي تحاسب انتهاك السيادة وفق أجندتها، فضلاً عن اختراقها هي لسيادة جيرانها وأشقائها العرب. تتلخص ردود فعل السلطات العراقية في كل مرة تتعرض سيادة البلاد للخرق بمسارين: غياب البوصلة الواضحة للقوى السياسية المنقسمة بين الدول والتي تتقاسم السلطات والمواقع طائفياً، ووصف الانتهاكات بأنها انتهاكات مع تعزيز الحديث بالمصادر على وفق الأعراف الدولية، اتفاقية جنيف، الأمم المتحدة إلى آخره، على طريقة الخبراء القانونيين الذين تضيفهم القنوات التلفزية. لعلهم لا يعلمون أن السيادة في أعراف العالم تتعرض للتآكل كأثاث المنزل بالأرض التي ستصل إلى أسرتهم مع تقادم الزمن. أين العراق من البعد الجيوستراتيجي للديمقراطية الاجتماعية ما بعد كورونا؟ هذا السؤال طرحه الكاتب أحمد عبد الرزاق شكارة في مقال نشرته صحيفة المدى، قال فيه:
إن أزمات العراق الراهنة تحمل بذور ديمومتها في عالم ما بعد كورونا بصورة تؤكد لنا أن بلدنا الحبيب سيستمر بمواجهة تحديات جيوستراتيجية تندرج في ظل ما يعرف بأزمات مركبة معقدة. حقيقة العراق ليس متفرداً عن دول العالم التي تعاني من تفاقم أوضاع أزمة كورونا وتداعيات الإنسانية التي حملتها، ولكن ومن خلال مؤشرات التنمية البشرية لا زال لم يتقدم بعد بخطوات جريئة تحفظ أمنه الاجتماعي والاقتصادي ومؤسساته البنيوية المتخصصة، ما يجعله يحتل مراتب متدنية بين دول العالم. موزاييك من الطوائف والأعراق والمذاهب والأديان والمناطق الجهوية كان يمكن بل وبالضرورة أن تمثل حالة تغني وتثري أو تنمي تمكين العراقيين كي ينجحوا في مواجهة تحديات الأزمات المعقدة المركبة من خلال اعتماد إدارات جيدة كفؤة ونزيهة وفاعلة تؤسس لتأمين الأمن بمفهومه الشامل ومحاربة الفساد بكل أشكاله وكل القوى التي تقف وراءه من أفراد وجماعات وأحزاب وتكتلات سياسية واقتصادية وميليشيات متطرفة تعتمد العنف وسائل لتحقيق أغراضها، علماً أن ظاهرة الفساد تعد الوجه الآخر للإرهاب. برغم ذلك لازالت بعض من بؤر لداعش وغيرها من جماعات إرهابية تسعى لإيجاد موطئ قدم في مساحات أو فضاءات لا تخضع لسلطة الدولة الرسمية. الحقيقة الماثلة للعيان أن بلدنا يقع جيوسياسياً في موقع حيوي تتجه إليه أنظار العالم كونه مفتاح للانطلاق غرباً باتجاه منطقة البحر المتوسط وجنوباً باتجاه منطقة الخليج العربي. هل يستطيع العراق باعتماد حكومات تتسم بالحكم الرشيد أن تحدث هذه الحكومات تغييرات بنيوية هيكلية وقيمية تسرع بدورها نحو مراحل الانتقال من الديمقراطية الاجتماعية التي يفترض أن تلبي مطالب الشعب الأساسية الاقتصادية والخدمية للعيش الكريم وبكرامة في زمن صعب جدا لا يمكن التخفيف من تداعياته السيئة ولا من خطورة عدم التيقن من تداعياته الجيوستراتيجية، خصوصا عقب انطلاق أزمة كورونا واستمراريته وما تحدثه هذه الأزمة من شروخ في البنيان المؤسسي الاجتماعي الاقتصادي العراقي. عن زيارة الكاظمي لواشنطن واستحقاقات المرحلة كتب حاتم الفلاحي في موقع مركز راسام، جاء في مقاله أن الميليشيات المسلحة كانت تأمل الخروج بنتائج جيدة تصب باتجاه خروج القوات الأمريكية من العراق. وفي أثناء الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي الذي حصل بين واشنطن وبغداد في شهر حزيران الماضي، الأمر الذي جعل من التصعيد والتوتر الصفة المميزة للوضع العراقي بعد أن تجاهلت حكومة الكاظمي قرر مجلس النواب بخروج القوات الأمريكية، مما دفع الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة إلى تصعيد أعمالها العسكرية. يبدو أن الحوار الاستراتيجي في جولته الثانية لن يسهم في استقرار الأوضاع في العراق والمنطقة، بل سيعقد الوضع بشكل أكبر مما هو عليه الآن، كون الخيارات المطروحة أمام حكومة الكاظمي صعبة ولها تداعيات داخلية خطيرة وكبيرة، فلا يمكن لها أن تتجاهل رغبة الميليشيات التابعة لطهران والتي تنادي بخروج القوات الأمريكية من العراق، كونها جهات قوية وقادرة على إحداث فوضى داخلية عارمة بقوة السلاح الذي يعمل خارج سلطة الدولة. كما أن حكومة الكاظمي لا يمكنها أن تتحمل التداعيات والعقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق في حال خروج قواتها بدون اتفاق مع حكومة بغداد، كما أنها ستخسر الدعم الأمريكي الذي يمكن أن يقدم لتجاوز الأزمات التي تعصف بالعراق، بالإضافة إلى الدعم العسكري والاستخباراتي والجوي واللوجستي للقوات الحكومية، كما أن خروج القوات الأمريكية سيعزز من التواجد الإيراني، والكثير من الجهات المسلحة تنتظر نتيجة الجولة الثانية من الحوار والتي يجب أن تتضمن فقرة واضحة بشأن خروج القوات الأمريكية من العراق، وإلا سيكون هناك تصعيد خطير ضد حكومة الكاظمي وهذه القوات. إن الحوار الاستراتيجي المرتقب في جولته الثانية لا يمكن له أن يؤسس لعلاقة متوازنة وحيادية مع جميع الأطراف وخصوصاً الأمريكية والإيرانية،
والتي تتقاطع مصالحها كثيرا، وكلاهما يحاول أن يستخدم حكومة الكاظمي لتحقيق مصالحه. فأمريكا تحاول استثمار حكومة الكاظمي لمواجهة النفوذ الإيراني وتحويلها إلى حكومة لتنفذ المشروع الأمريكي في العراق، بينما تحاول إيران أن تمرر أجندتها من خلال حكومة الكاظمي بخروج القوات الأمريكية. تلك المرارة التي شعر بها رئيس وزراء لبنان حسان دياب وهو يقدم استقالته تكشف عن حجم تعلقه بالمنصب الذي ناله مكرومة وليس كفاءة. لم يكن هذا المنصب له يوما، ولم يرشح له تلبية لرغبة الثائرين على الفساد والاستبداد، وإنما جاء على الرغم من اللبنانيين، وذهب بانتفاضتهم التي بعثت مجددا من تحت رمادي مرفأ بيروت. هذا ما كتبه علي الأمين عن انتفاضة لبنان في صحيفة العرب اللندنية، فلنتابع. قد يواسي دياب في مصابه أنه علق على المشانق في الساحات العامة مع من خدعه، وقف جنبا إلى جنب مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الدولة ميشيل عون. هناك فقط لم يكن أقل منهم، وهناك فقط لم يجبره أحدهم على التنحي وتخلي عن مكانه. في الحقيقة كانت المشانق معبرة جدا عما يجول في خاطر اللبنانيين، ولا يصغي إليه ملوك الطوائف حتى الآن. الرسالة واضحة ومضمونها لا يقبل اللبس، خاصة بعد تلك النكبة التي ألمت ببيروت. القادة جميعهم يتحملون وزرا انفجار مرفأ العاصمة، وجميعهم متورطون بدم من قضوا في الانفجار. حار اللبنانيون كيف يقنعون قادتهم بأن المشكلة تتمثل بهم جميعاً، ليس ببعض منهم وليس بواحد منهم. وإن كان هناك سبيل لحلحلة مشاكل البلاد وانتشالها من نكبتها، فلن يكون ذلك إلا بتنحي كل القادة عن المشهد. طواطم البلاد هم من يقودونها إلى الخراب، ومنذ أن حطت الحرب الأهلية أوزارها لا يبدو أن هذا المطلب الشعبي منطقي بالنسبة لمن يتحكمون بمصير لبنان منذ عقود. لا يتردد بعضهم باعتباره نكراناً للجميل وخيانة للبطولة التي لعبها الزعيم في زمن الحرب الأهلية. وهنا تتحول رسالة المشانق في الساحات إما إلى تمرد أو مجرد تنفيس عن غضب المفجوعين بأحبائهم في الكارثة. وما يزيد من سخرية هذا المشهد أن كل واحد من الزعماء المعلقين على المشانق يطرح نفسه مخلصاً للشعب والدولة، ويدعي أن مسيرته السياسية لم يعكر نقائها شبهة فساد أو خطأ في اتخاذ قرار أو تسرع في تقييم مشكلة. جميعهم ضحايا لمجهول لا أحد منهم يتجرأ على تسميته صراحة في أثناء خطبه. نقل صحيفة ديلي تلغراف عن بهاء الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري مطالبته بحكومة غير طائفية من دون حزب الله. قد جاءت هذه المقابلة التي أجرها كون كوغلين مع الحريري عشية إصدار المحكمة الخاصة بقتل والده قرارها في 4 من أفراد حزب الله الذي تدعمه إيران. هذا ودعا الحريري حزب الله إلى الخروج من السياسة اللبنانية لكي يكون البلد قادرا على إعادة بناء نفسه بعد الانفجار الكبير الذي دمر ميناء بيروت وقتل 200 شخص. حمل بهاء الحريري الحزب مسؤولية الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي قال إنه خاضع لسيطرة حزب الله والرئيس الماروني ميشيل عون الذي دعم دور الحزب الشيعي في السياسة. وقال الحريري: يدعم الرئيس عون وبحماس حزب الله، وأشعر بخيبة الأمل من مواقف رئيسنا وأين يقف. حزب الله يسيطر على المرفأ وهم يتحكمون بالمستودعات التي خزنت فيها المواد المتفجرة قبل 6 أعوام، ورغم التحذيرات المتكررة حولها إلا أن اللامبالاة من هذا الوضع المروع. ويدعو الحريري إلى إصلاحات شاملة تستبعد حزب الله من المعادلة السياسية، مضيفاً: لقد دفع بلدنا ثمناً باهظاً بسبب أفعاله، وجلبوا العقوبات على لبنان والحرب والمعاناة، ويجب على المجتمعات أن تدعم أمة جديدة لا تشمل الميليشيا وتسمح للبنان بأن يقف على قدميه ويتحرر من التدخل الخارجي، في إشارة إلى دعم إيران للحزب.
ويعتقد بهاء الحريري أن مستقبل لبنان اليوم يكمن في تشكيل حكومة غير طائفية ولا تسيطر عليها جماعات يصفها بأمراء الحرب. في أثناء لقاء له مع موقع ميدل إيستاي قبيل توجهه نحو السجن، أكد الشيخ رائد صلاح أنه متمسك بالتزامه تجاه المسجد الأقصى المبارك والقضية الفلسطينية، وانتقد مساعي بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب، مؤكدا أن الجماهير العربية والإسلامية ترفض هذا التطبيع مهما كانت المواقف الرسمية. وذكر الموقع البريطاني أن رئيس صلاح يعد واحدا من أبرز الشخصيات السياسية والدينية الفلسطينية، فقد قضى مسيرته كلها في التردد على سجون الكيان الغاصب، ويوم الأحد الماضي بدأ قضاء مدة محكوميته السابعة. في إطار مساعيها للانتقام منه، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاولت اغتيال الشيخ رائد أثناء عملية الإنزال الجوية التي قام بها على متن السفينة التركية مرمرة ضمن قافلة الحرية التي كانت متجهة لكسر الحصار على قطاع غزة في عام 2010. وقد اعتقد الإسرائيليون في البداية أنهم أصابوه برصاصة في الرأس، ولكن تبين لاحقاً أن المصاب شخص يشبهه. وحول كيفية قضاء وقته في السجن يقول الشيخ رائد في حديثه لميدل إيستاي: لا أبالغ عندما أقول إن الوقت في السجن ضيق جدا، لأنني أضع لنفسي برنامجا يبدأ من صلاة الصبح وحتى وقت النوم، ولا أضيع أي لحظة، حيث أنني أقضي وقتي بين قراءة الكتب والقرآن والكتابة والشعر والصلاة. أنا اليوم أشعر بالرضا التام والفرح والثقة، وأنا أتوجه للسجن وأتمسك بقيمي، وليس لدي أي شعور بالندم، كما أعلم أنهم حال وصولي إلى زنزانتي سيشرعون في اختلاق قضية جديدة لإخضاعي لجولة جديدة من التحقيقات. كما ذكر الشيخ رائد أنه تعرض للسجن في 6 مناسبات لفترات تتراوح بين 6 أشهر وسنتين ونصف، دون اعتبار عمليات الاعتقال والاستجوابات التي كانت تدوم ليوم كامل، كما أنه أخضع للإقامة الجبرية لمدة 3 سنوات في ظروف خانقة، حيث أنه كان يمنع من رؤية أقاربه والتواصل معهم، وكان يعاني بسبب وجود طوق إلكتروني حول كاحله تستخدمه سلطات الاحتلال لتعقبه طول الوقت. هذا عبر الشيخ رائد عن ألمه من مشاهدته الاحتلال الصهيوني وهو يتبجح بأن له السيادة المطلقة على المسجد الأقصى المبارك، وأن له القدرة على سجن وضرب وإصابة كل من يدخل هذا المكان سواء كان رجلا أم امرأة، ثم يأتي بعضهم ليكافئ هذا السلوك بمنح هذا الكيان الغاصب الشرعية بخطاب التطبيع واتفاقات التجارة والسياحة وغيرها. هذا الأمر من دون شك يشرع للاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك والقدس والضفة الغربية وتجديد الحصار على غزة. جمعت عريضة أطلقتها مزارع فرنسي تطالب بالعدالة للديك مارسيل الذي قتله أحد الجيران في شهر أيار مايو الماضي، جمعت أكثر من 74,000 توقيع. وقال سيبستيان فيرني أحد سكان فينزيو البالغ عدد سكانها 450 نسمة في جنوب فرنسا، حيث قتل رجل ببندقية أديك بعدما سئم من صياحه، لوكالة فرانس بريس قال: لقد صدمنا بالعمق بهذه المأساة. وأقر الرجل بفعلته وسيحاكم مطلع شهر كانون الأول ديسمبر. وأكد فيرني أن حياة الريف مهددة كثيرا بتصرفات لا يعاقب عليها، مضيفا أن قضية ديك موريس على جزيرة أوليرون التي أثارت ضجة كبيرة، إذ كان ديك موريس والذي نفق محور نزاع قضائي بشره جيران اشتكوا من صياحه الصباحي، إلا أن القضاء سمح لها للديك بالاستمرار في الصياح. وقد دفعت هذه القضية الجمعية الوطنية إلى قرار اقتراح قانون في شهر كانون الثاني يناير يدرج مفهوم التراث الحسي للأرياف في القانون الفرنسي، سيعرض قريبا على مجلس الشيوخ في فرنسا. أملا المشاهدين نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية. في ختام هذه الجولة تقبلوا تحيتنا من أطرافكم.